كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. يلا نعمل حاجات مع بعض تسهل علينا شهر رمضان وتبقى عندنا في التلاجة سهل نطلعها ونستخدمها على طول. عندي صدور فراخ بانيه هتبلها بالبصل والتوابل اللي هكتبها لكم في الكابشن، وهحط عليها زبادي عشان بيخليها طرية جدا، وهحطها في زيب لوك باج وهحط عليها اسمها عشان ابقى عارفاها على طول. الشيش طاووق بتبله بالبصل وبرضو الطماطم والتوابل اللي هكتبها لكم كلها تحت الفيديو، وبتبقى حلوه جدا التتبيله دي في الشوي، او لو عايزين برضو تتبلوا بيها اللحمه. والزعتر برضو بحطه مع جوز الطيب بيديها طعم حلو قوي، وبحطهم في الاكياس برضو كل حاجه بكتب عليها اسمها. الفراخ الفاهيتا بتبلها برضو بالبابريكا، بصل باودر، توم باودر، وعسل وملح وفلفل وزيت زيتون وكمون. واخر حاجه عندي صدور فراخ سليمه بتبلها بس بملح وفلفل وليمون عشان اقدر اعملها اي اكله انا عايزاها احط لها التوابل اللي انا عايزاها. الاكياس دي ساعدتني جدا، حلوه قوي، وجربوا تتبلها.